أنا انغرمت بشاب كنت يمكن أصغر مني، حبيته بجنون جنون. كنت عارفة إنه عصبي كتير، بس قلت بكره مع الوقت أنا بساعده بتخلص من عصبيته. أتاري الوقت ما بغير طبع الإنسان. جوزنا وبعد شهرين بس أكلت أول كف، بعدين تاني كف، بعدين تالت كف، بعدين بتصير أكلي بصير أزرق ورم وأحمر. وانتقل الإدمان لعلاقتنا الجنسية. عرفت ساعتها أنه هو مريض نفسي، بس ما لحقت أتصرف، تأخرت كتير لأنه بليلة كان عنف قوي كتير، ومن بعد القتلة أخذونا على المستشفى بحالة بشعة كتير، وعيت هونيك عم بقول الحكيم إنه أنا ما بقى فيني أجيب أولاد. عطبت يعني ما عاد أعرف شو بدي أعمل. جنات رفعت عليه دعوة وطلقت منه، بس ما ارتحت، ضليت حاسة في شي عم يغلي جواتي، خاصة بس حرمنا من أحلى شي كنت ناطرته بحياتي إني أعيش حياة طبيعية ويكون عندي أولاد وأعيش معه بطريقة عادية مثل كل الناس. حضرته اتجوز مرة تانية وجاب بنت وصبي، بس ضليت ماني مرتاحة ومش عارفة شو بدي أعمل. لنهار بحضر على الأخبار إنه هيدا اللي كان جوزي، شوف صورته وحاطين إنه قتل مرته وولاده وانتحر. لمت حالي بوقته، لمت حالي كتير، لأنه قلت إنه أنا لو أنا قصصته، لو أنا وقفته عند حده، لو أهلي ساعدوني ووقفوا حدي وما خافوا منه، يمكن كنت هلأ، يمكن كنا تجنبنا هيدي الجريمة.